قبل ما تفضجوا الفيديو خوتي ما تنساوش تابوني وفلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزل. الحمد لله اكتسبت واحد القوة اللي هي قوة خطيرة نقدر نطير. السلام عليكم متابعينا الكرام، متابعي قناة ميديا ديزاد، خوتنا جيناكم في فيديو جديد وخبر جديد كالعادة، معكم خوكم شرف الدين. قبل مشاهدة هذا الفيديو خوتي كالعادة وصلوا 4000-5000 لايك، زكارة في الحاقدين على كل ما هو جزائري، وخليولنا أراءكم في التعليقات. نخليكم على الفيديو خوتي. معكم العسكري السابق بن حليمة محمد عزوز، المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم بن حليمة محمد، جيت أقدم شهادة حصرية حول الأخوان والعملاء المتواجدين في الخارج حتى يعلم الشعب الجزائري حقيقة هؤلاء اللي مازالوا متواجدين في الخارج واللي راهم يحاولوا يستخدموا الشباب الجزائري من أجل إسقاط الدولة الجزائرية وضرب الجيش الوطني الشعبي. بن حليمة محمد عزوز بمواليد 19/11/1989، مواليد المحمدية ولاية معسكر، التحق بالجيش الوطني الشعبي في 27 جونفي 2009. الحمد لله كنت ماكينة مع خاوتي العسكريين وزملائي العسكريين، كنا عايشين لاباس، كنا بيان، كانت العلاقات جيدة مع الزملاء العسكريين، مام كنا نشتغلوا في الميدان كانت العلاقات جيدة. بعدها تحولت إلى وزارة الدفاع الوطني، ثم ثاني اشتغلت كسائق. الحمد لله أيضا ما كانت عندي مشاكل مع الزملاء تاعي، كنت نشتغل عادي، كانت الأمور عادية تمشي في الطريق الصواب. تواصلت مع محمد عبد الله في اوت 2019، تواصلت معه مرتين، المره الاولى تواصلت معه عرفت روحي بنفسي اني بن حليمة محمد وما خبرتوش باني انا عسكري. التواصل كان عن طريق تطبيق الميسنجر، ما قلتلوش بلي راني عسكري، قلت له بلي راني حاب نهجر وحاب نخرج من البلاد. قال لي بصح انت كيفاش؟ قلت له ما خبرك بوالو، قلت له المهم اني حاب نخرج من البلاد وراه عندي ضغوطات. انا تقريبا ارتحت لمحمد عبد الله لانه هو بصفته كعسكري سابق ايضا شغل كي نهضر له يحس بيا، ارتحت له. تما كونتاكتيته هو واش قال لي خلاص، قال لي تا كنشوف لك نعاود نرد لك الخبر اوتوماتيكمون. هو اوفيسيال كان راح يتصل بالعربي زيطوط باش يخبره بلي كاين واحد حاب يخرج وكذا وكذا. ما قلتلوش بلي عسكري. المره الزوجه قلت له بلي اني عسكري وصيبو راني درت الفيزا وراني ديسيديت نخرج، لانه في المره الزوجه قال لي من الاحسن انك تقعد داخل في الجزائر، لانه العربي زيطوط الهدف تاعو انه يجند عسكريين داخل الوحدات باش يكونوا عنده كمصادر دي سورس باش يمدوا زعما بالمعلومات. هنا انا قررت اني نغادر الجزائر مباشره، قلت له خلاص اني ديسيديت لا ديسيزيون اتخذتها. قال لي اوكي مادام ديسيديت باش تخرج، قال لي ربي يسهل، قال لي روح غادي نتلاقاو في الي كونت. تفهمنا بانه نتلاقاو في الي كونت، ومن بعد لما نتلاقاو في الي كونت نهضروا، كي نتلاقى معاه فاس فاس نقصروا، لو كانوا كونتاكتيهم ولا نقدم لهم معلومات راح حتى الخرجه تاعي راح تبوء بالفشل، يعني ما راحش نقدر نخرج من بعد صادي بون التحكم ولا يعني ما قدمت حتى معلومه. لما غادرت الجزائر غادرت في اول سبتمبر 2019 على 4:30 تحشيه من مطار هواري بومدين. بأليكانت الإسبانية التقى الإرهابي محمد بن حليمة بالإرهابي الموقوف محمد بن عبد الله، ومن هناك بدأ التواصل مع الإرهابي محمد العربي زيطوط الذي كان يرى فيه صيدا ثمينا يجب استغلاله والاستفادة منه في أسرع وقت. لما وصلت الأليكانت على 4:30 تواصلت معه من المطار، قلت له اني لحقت الأليكانت، قال لي خلاص، قال لي روح للبلاس سنترال تاع أليكانت، أنا مش متذكر على اسم البلاصة إكزاكت، والله ماني متذكر. رحت للبلاصة كبيرة تاع الي كونت، وين كاين النافورة في وسط الي كونت، في قلب الي كونت. وبقيت نستنى فيه تما في ستاسيون تاع الحافلات. جاني جويه 8 تاع الليل. كانت الظلمة بدات تطيح. أنا فقدت الأمل، قلت سيرمون ما غاديش يجيني. لأنه هو ثاني عسكري وغادر البلاد، تما قلت ما غاديش يثق فيا وما غاديش يدير كونفيونس وما غاديش يجي. كما كان الحال جاء 8 تاع الليل. انا ما عرفتوش باسكو انا كنت مكونسونطري مع التليفون، كنت نشوف التليفون تاعي. كي كان جاي هو على الجنب قال لي استعد، كي قال لي استعد شغل عودت ولات لي الروح باللي راح يجي سي بون، هذا هو البنادم اللي راني نحوس عليه. دورت راسي ضحكت نوض سلمت عليه، قال لي انت هو؟ قلت له انا هو. سلم عليا قال لي روحوا، قلت له روحوا وين روحوا؟ قال لي روحوا سان خوان، القريه اللي ساكن فيها هو. في ذيك الفتره كان ساكن في مركز اللجوء تاع سان خوان.
تما ممنوع ليا ندخل معاه لمركز اللجوء. مركز اللجوء كان فندق، كانوا كارين لهم تما في فندق، كانت عنده شومبره هو ولادو. بقيت نستنى فيه تما كنا في الجاردان اون فاصلي، نستنى تما كنا. هو دخل الشومبره تاعو بالخف، دار فيها الساندويتش وعاود ولا عندي جاب لي ساندويتش تاع الشيت تاع تمي حنا وياه تما في البلاصه. بقينا مقصرين، وتواصل هو مع العربي زيتو تجويه 9 تاع الليل، قال له وصل العسكري هذاك اللي هو تواصل معايا وراه هنا في الي كونت. قال له معايا، قال له خلاص، قال له عندي لايف، قال له من بعد ان شاء الله نتواصل معكم. بعد ما كمل اللايف العربي زيتو تواصل معنا جويه الوحده تاع الليل، فوتهولي قال له معاك. قالوا السلام عليكم. السلام ورحمه الله، واش راك لاباس؟ لاباس الحمد لله. انت هو العسكري بن حليمه؟ قلت له ايه انا هو العسكري. قال لي كيفاش راهي الامور؟ قلت له الحمد لله لاباس. قال لي خلاص قررت انك تغادر الجزائر؟ قلت له خلاص قررت اني نغادر الجزائر. قال لي المهم مرحبا بك معنا. قال لي فوت لي محمد عبد الله. قال له المهم تهلا فيه. قال له رد بالك منه. من بعد كي استاليت مع محمد عبد الله في داره سقساني على بزاف امور، شاي شغل يزيد يكونفيرمي معايا اسكو صح عسكري، اسكو شوفير، اسكو تامن باحثين مثل ما يفلتريو في وسطهم. ثم ما بقاش تايق فيا، لما كنت مع محمد عبد الله ثم في البلاصيطه وصاه قالها لي من بعد محمد عبد الله. قال له عس روحك منه. محمد عبد الله ثم داني عند واحد الصديقه تاعو كانت اوكرانيه اسمها زفيطا، صديقه تاعو بنت عندها يومين. من بعد حولني للسكن تاعو، لانه من بعد هو استفاد من السكن تاع اللجوء، عطاوه دار ثم في سان خوان اكزاكت فيها زوج نابر ان شاء الله. بقيت انا معاه في شومبرا تما كنا، بقيت معاه مده 6 ايام. في ديك 6 ايام بدا يسقسيني باش يزيدو يكونفيرمي اسكو صح عسكري حاب يغادر البلاد ولا صح ولا كان امن ولا حبسه ولا باش يكونفيرمي معايا. وبقيت دائما محمد عبد الله دائما يتبع فيا، يشوفني مع من نهضر في التليفون. تسمى ماشي ثاقين. بشويه 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 عاد باش ساق فيا العربي زيتو بدا يتواصل معايا، لانه الايامات الاولى لما غادرت ما كانش يتواصل معايا كل يوم، كان يتواصل معايا خطره في الشهر، خطره في 15 يوم. واش راك لاباس؟ سقسيني على صحتي برك. ومن بعد بعد 6 شهور في واحد نوفمبر 2019 هكا باش تاق فيا اكزاكت باش ديمارات العلاقه معايا، وبدا يعيط لي يتواصل معايا يخبرني يوصيني. لما كنت في الي كونت تهضرت مع محمد عبد الله، قلت له محمد عبد الله، قلت له انا راح نبقى هنا في الي كونت. محمد عبد الله قال لي من الاحسن انك ما تبقاش في الي كونت. قلت له انا ثاني نشوف فيها من الاحسن اني ما نبقاش في الي كونت. درت في رايي، قلت له ما نبقاش في الي كونت. قلت له نطلع للنور، قلت له بلاصه وما كاش لي زانجيين، شغل ما كنت خايف، ما بانيكي، ما على باليش واش راني قاعد ندير، ما نعرفش اللغه، نهضر غير فرونسي ما يفهموش تما الفرونسي، ما نعرفش كيفاش نتواصل مع الناس، ما نعرفش مين نركب، ما خايف الفيزا تموت لي، كان يحكموني لابوليس، ما نعرفش يعني الدومين كيفاش يدور تما. قال لي من الاحسن انك تروح للنور. قلت له نروح. قال لهم حلوا مركز جديد في بامبلونا. قال لي روح بامبلونا. رحت لبامبلونا باش نقدم طلب لجوء. دخلت تما عندهم قلت لهم باغي نقدم طلب لجوء. بون بالمناسبه طلب لجوء بزاف ناس تحسبك مباشره لما تروح تقدم طلب لجوء هو طلب لجوء سياسي، لا تروح تقدم طلب لجوء ومن بعد هما يفصلوا فيه اسكو هيومانيتير، اسكو سياسي، اسكو على ريليجيون، اسكو بزاف صوالح تما هما من بعد يقرروا. رحت لبامبلونا باش نقدم طلب لجوء، رفضوا لي باسكو دومونداو لي شهاده السكن، كيما انا دومونديتو على اساس اني كنت نشارك في المسيره تاع الحراك. قدمت لهم صور تاعي في الحراك وكذا، وزعما عسكري بلي راني عسكري وراني متابع من طرف النظام، ولو كان التحكم يدخلوني للحبس. ما حبوش، قالوا لي لازم تجيب لنا وراك ساكن اكزاكت، وانا ما عنديش وين نسكن. طالع جديد مش داي معايا دراهم، يا ربي داي معايا 1500 اورو، ماشي بزاف، ما تكفينيش. بابلونا رفضوا لي طلب اللجوء، بقيت فيها 4 ايام. بقيت نبات في مركز تاع المشردين يسموه بيرغي، الناس اللي تفهم اللغه الاسبانيه تعرف واش معناها بيرغي. بيرغي هذا مركز خاص بالمشردين والناس اللي ما عندهمش وين تبات، يخلوك فيه 4 ايام ماكسيموم، مور 4 ايام يحاوزوك، روح بات في الزنقه ربي يسهل عليك، لما يسيبوك في الزنقه يديروا لك بروسي. عيط محمد عبد الله قلت له ما نقدرش نقعد في بابلونا خلاص، قلت له باسكو هذه بابلونا قلت له صعيبه عليا بزاف. من بعد قلت لمحمد عبد الله قلت له وين راح نروح؟ قال لي ننصحك روح سان سيباستيان. سان سيباستيان هذه مدينه جايه في الحدود الفرنسيه الاسبانيه، مدينه ساحليه شغل تاع توريست، ما فيهاش العرب خلاص، فيها غير الكول. طلعت لمدينه سان سيباستيان، ثم تلاقيت بواحد فاميلة محمد يسمو سفيان، ما نعرفوش، مواطن مدني، شغل بدا يوري لي الامور.
محمد عبد الله هو اللي وصلني معاه كونتاكت باسكو باش يوري لي وين نبات باسكو مراكز تاع المشرة ديما نعرفهمش وين جايين بعاد شويه على المدينه تاع سي سيباستيان واحد جاي في اتاغوريطا واحد جاي في الرينتيريا واحد كل واحد وين جاي باسكو ما نعرفش ميم ترونسبور ما نعرفش مين نركب مين كيفاش نشري بيه تما هو يوري لي دي فوا كيكون خدام عند الريستورون تاع الشناوه يعيط لي بالتليفون انا نعيط له بالتليفون نقول له وين نركب كيفاش نشري بيه ولا ينعت لي يشعل الكاميرا يقول لي اضغط على هذا البوطون اضغط على هذا البوطون اشري بيه يركب في اللالين الفلانيه توصل طلع في الطلعه الفلانيه تلقى الماكينه مركز تاع المشردين تدخل مركز ماك في الليل يعيطوا لك باش تروح تدخل تبات بديت نبات في المراكز تاع المشردين بدت في المراكز تاع المشردين حوالي شهر كل خطره نبات 4 ايام هنا 4 ايام في السونتر الاخر من بعد سيمانه في السونتر الاخر من بعد كي كمل لي هذاك الشهر بديت نبات برا بالموازاه مع تقديم طلب اللجوء الى السلطات الاسبانيه بدات الاتصالات بين اعضاء المنظمه الارهابيه رشاد والارهابي محمد بن حليمه لاستغلاله حيث وقع اتفاق بين الارهابي محمد العربي زيطوط والارهابي الموقوف محمد بن عبد الله لتبدأ أولى فصول الخيانة العربي زيد تواصل معي في هذه الفترة كان يتواصل معي في هذه الفترة يقول لي واش راك واش خصك كش ما خصك دراهم العاونة وكش ما وانا كنت نرفض دايما نقول له لا ما خصني والو ما كنت نبات برا نقول له لا ما خصني والو بعد شغل كي تزيرت علي الحالة وبدأت الشتاء طيح وتما المدينة هذه معروفة بالشتم الشتاء ما تحبش الشتم كي بدات الشتاء طيح ليا وبديت نحس بدات تزير علي الحالة بديت نقول له خصني دراهم وكذا بدا يبعث لي مع ناس ما نعرفهمش مثلا العربي زيطوط ما يتواصلش معايا مباشره انا يعني. مام هو ما يتواصلش معايا كي يبغي يبعث لك دراهم هو ما يتواصلش هو باسمه ولا بالكونت تاعو يبعث لك اشخاص واحد اخرين مثلا بعث موسى الزراري من ليون بعث ميلود خوه بعث اسماعيل زيطوط خوه يبعثوا لي في وسترن يونيون يبعثوا لي مبلغ تاع 150 اورو 200 اورو باش نكري في اوتيل باش ناكل لانه كملوا لي الدراهم وليت اللي تقريبا كي بقات لي واحد 150 اورو ولا 200 اورو قبل ما نبدا ندوموندي عليه الدراهم بديت ناكل بطاطون في النهار باش نصبر روحي بطاطون في النهار مور لايف عيط لي فرح بارك الله فيك وشكرا وسيذكرك التاريخ وانت راك جندي من جنود الله شغل يردها لك واحد يردك شكون ترك حكم الموت بلي خلاص هاي سيبو حياتك ضمنت برا وراك سيبو وراك دخلت في المعارضة وراك سيبو كلش مضمون سيبو كلش مضمون بعد البث المباشر الذي قام به الإرهابي محمد بن حليمة مع الإرهابي محمد العربي زيطوط انضم إلى المؤامرة الإرهابي بوخرس أمير المدعو أمير ديزاد والمقيم بفرنسا اول اتصال تاعي كان مع امير كان بعدها بربع ايام بعد ما درت اللايف تاعي مع العربي زيطوط بعدها بربع ايام كان جوه 22 سبتمبر 2019 تواصل معايا قال لي السلام عليكم ورحمه الله قال لي تاهو العسكري قلت له ايه قال لي كنت خدام قلت له كنت خدام في وزاره الدفاع قال لي خلي لي رقمك في تاع الواتساب نتواصل معاك خليت له الرقم تاعي تاع الواتساب عيط لي في الواتساب لاباس راك مليح الحمد لله قال لي تطلع معايا لايف قلت له كيفاش تطلع معاك لايف قال لي تطلع معايا لايف كيما طلعت مع العربي زيطوط قلت له ايه ماشي مشكل قال لي نهضروا كيما هضرت مع العربي زيطوط قلت له اوكي ماشي مشكل كنت نشوفه هنا في الجزائر احيانا كنت يطلعوا لي اللايف تاعو ونشوفه داروا عليه ديك تاع الشبكه تاع امير ديزاد في 2018 منا كنت نشوفه كشغل حاجه كبيره كنت نشوفه حاجه كبيره بزاف حاجة كبيرة اللي خارقة للعادة إنسان شغل إكسترا أوردينار شغل جاي من كوكب آخر نشوفه ملهم نشوفه حاجة كبيرة بزاف لما تواصل معايا شغل ما صدقت كيفاش أنا أمير يتواصل معايا أنايا أي هضرت معاه عادي شغل كانت بفرحة هكا فرحت شغل كي تواصل معايا فرحت شغل حطيته حاجة كبيرة بصح من بعد كي قربت له عن قرب عرفت صوالح بزاف وعرفته بلي ماهوش انسان اللي تثيق فيه ولا انسان اللي كيما نقولوا حنا تعقمنا ولا تاع حشمه ولا ماهوش قال لي طلع معايا لايف قلت له
قلت له مش مشكل نطلع معك لايف اللي تقدم شهادة. قلت له مش مشكل. قال لي كش ما خصك درام ولا. قلت له اني مصغير. قلت له ما عنديش وراني مبات وكلش. قال لي خلاص. قال لي سهلة. مام هو هو ما يتعاملش باسمه. مام دراهم كي يبعث ولا ما يبعثش باسمه. يبعث للناس واحد اخرين. بعث لي مع واحدة يسموها ريم بوثريد. عايشة في فرنسا. ما نعرفهاش. وصلت معي في الميسنجر. قلت لي وراك تبات وهنا. قلت لها اني مبات برا. يعني الكرتون. وصح كنت مبات برا على الكرتون. ما عنديش وين مبات. بدأت تبعث لي في الدراهم. بعث لي خطرة 300 أورو. بعث لي دوزيام فوا 300 أورو. وريزيرفات لي في الأوتيل. باش بت في الأوتيل. دخلت وليت مبات في لي زوتيل هذوك. وليت ريزيرفي لي فيهم هي. والدراهم هذوك اللي كانت تمدهم لي كنت نشريهم غدا. نتعشى بيهم. يعني أموري الشخصية. حياتي الشخصية. أثناء إقامة الإرهابي محمد بن حليمة بمركز اللاجئين بطولوسة بإسبانيا، بدأ في نشاطه التخريبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتواصل عبر المباشر، وهناك بدأ يتعرض لعدة ضغوطات داخل المركز، مما جعله يبدي رغبته للإرهابي محمد العربي زيطور في التنقل إلى فرنسا. في أكتوبر 2019 دخلت المركز اللجوء في مدينة طولوسة. دخلت المركز اللجوء سيبون. كي دخلوني المركز اللجوء سيبون ما نحتاج مساعدات. ثم الدولة الإسبانية هي اللي تكفل بك خاصة كلاجئ. هي اللي توكلك. هي اللي تشربك. هي اللي تدلك تاع الكارطة تاع الطبيب وين تداوي. هي ثم أمور كلاجئ. دخلت المركز اللجوء تاع طولوسة كلاجئ. بديت ندير في اللايفات ثم ربما تشوف أول لايف تاعي حيت حجرة. ثم كانت في واحد الصالة كنا نغسلوا فيها القش. يعني صالة خاوية فيها طابلة فيها كراسة ونروحوا نقرأوا ونتعلموا اللغة الإسبانية وكذا. كانت أمور عادية. كنت لما ندير لايف ولا يتصل بي اسماعيل زيطوط وشغل يوجهني هاوش تهضر هاوش تقول هاوش تدير هاي كيفاش هاي كيفاش هاي كيفاش. ثم أمور منظمة. هنا تواصل معايا العربي زيطوط. كنت هني تواصل معايا بصح يتواصل معايا خطرة في الكانجور خطرة في الفنتيانجور. تواصل معايا خطرة قال لي لازم تفتح قناة على يوتيوب. قال لي ودخل معك اسماعيل زيطوط. قال لي دخلوا معك ادمين في الصفحه تاع الفيسبوك ودخلوا معك ادمين في القناه تاع اليوتيوب. هو اللي يشرف لك على القناه تاع اليوتيوب. قال لي القناه تاع اليوتيوب هذه دخل منها مداخل وتعاون روحك بها مصروف كش ما تشريكش ما تقضيكش. قلت له اوكي ماشي مشكل. خلاص دخلت معايا اسماعيل زيطوط كيما كان الحال. اسماعيل زيطوط بوم شي واحد ما يخدمش وحده. كاين واحد شخص ما نعرفش اسمه عنده كونت على التليجرام اسمه هرمس. هذا هرمس عايش في الماريكان. هو اللي حكم لهم لي كونت تاعهم تاع اليوتيوب. حكم تاع امير حكم تاع محمد عبد الله حكم تاعي حكم تاع زيطوط حكم بزاف حاكمين. عندهم حتى قنوات تاعهم. كي يكون عندك مشكل على اليوتيوب ولا مشكل على الصفحه ولا يكونتاكتيك غير كتيبه ما يعيطلكش اتصال هاتفي لانه التليجرام شويه معقد قادر يقطع لك المكالمات ما تقدرش تتواصل معاه يقطع لك يقلع لك النيميرو تاع التليفون ما تقدرش تشوف النيميرو تاع التليفون اللي فاتح به قادر يسكريمي لك لي ميساج. تما التليجرام شغل مزير بزاف في السيكوريتي تاعو. تما يكتب معاك برك يقول لك اهلا لاباس واش راك راني ريقت لك الفيديو هذاك اللي داروا لك عليه سترايك مثلا ولا اهلا السلام عليكم راني ريقت لك المداخل تاع اليوتيوب سيبو باقي غير نستناو تاع جوجل ادسنس يرسل لك الكود هذاك ويقول يدخلك المداخل في الكونت تاعك تاع الكونت بنكر اسبانيول. اسماعيل زيطوط هو المسؤول الاعلامي تاع العربي زيطوط. هو اللي شغل يدي المعلومات من العربي زيطوط. هو اللي يحضر له اللايفات تاعو. هو اللي يوجد له كلش ويدي من عنده المعلومات ويدي من عندي التعليمات ويمدهم يفرقهم مثلا يفرقهم على امير يعيط لي يعني يقول لي ها واش كاين ها واش تهضر ها واش تقول يعني ثاني محمد عبد الله واش تهضر واش تقول واش كاين واش كاين يعني كلش منظمو. اسماعيل زيطوط والعربي زيطوط هو الراس تاع راشد. هذوك يقول لك حنا مجلس الشوري وحنا القرار نتاخذوه حنايا كيما رانا في سبعه لانه هما خمسه. شكون؟ عربي زيطوط عباس عروه مراد الدهينة رشيد مسلي ونازيم طالب وعندهم زوج ما يبانوش. شكون هذوك زوج؟ زوج قضاة دي فرانكو أزيريان عايشين في فرنسا هما جزائريين ما يبانوش هادو كاع. هو ما يتطرقش لحركه راشد مباشره. هو ما يجندش سيرتو هادو لي زانفلونسور على مواقع التواصل الاجتماعي واللي يديروا لايفات وكلش ما يجندهمش لانه لو كان يجندهم مثلا انا جان انا لو كان نخرج ندير لايف صادي بون واش نقول فيه باسكو ني جان ما كاينش اللي يحكم فيا ما عندي صادي بون نقول كلمه طايحه ولا. هو ما يبغيش يتبناني
ما يتبناك شغل كعنصر ولا عضو من حركة راشد، يخليك انوازو ليبر، يخليك عصفور حر، شيء يغرس لك ناس كيما اسماعيل زيطوط ولا ميدو زيطوط، يغرس لك ناس من تحت اللي هما من بعد يمدوا لك شغل، يمدوا لك افكار، شغل انت تبان لك شغل افكار وتبان لك شغل راك دير في حاجه مليحه او لايف وكتا، وهو راه يفوت في لا بروباغوند ميدياتيك تاعو هذا مكان. بعدها دخلت قلت لك المركز طولوسا، في مركز طولوسا بديت ندير في اللايفات، بدا اسماعيل زيطوط يتواصل معايا، بدا ميلو زيطوط يتواصل معايا ويقدموا لي، يقدموا لي على اساس افكار، هما يقدموا لك على اساس افكار، هما ما يقدرش يجي يقول لك دير هذه ودير هذه ودير هذه، باسكو من بعد تجيك مارقه انت كانسان تشعر بانه راه كاين واحد يقيدي فيك، تسمى تتنازل تقول لهم لا ما تقيدونيش، تسمى هو يجيك على اساس شغل صاحبك وراه يوري لك وراه شغل قاعد يعاونك يطلع فيك باش يردك حاجه كبيره وكذا. بقيت في مركز طولوسا، بقيت مده من اكتوبر، من 25 اكتوبر 2019 الى غايه 31 اوت 2020، اطول مده يبقاها لاجئ في مركز اللجوء. تلقيت ضغوطات، تعرف السلطات الاسبانيه، تلقيت ضغوطات كبيره لانه كعسكري وتتكلم في اللايفات وكلش دائما يحاولوا يضغطوا عليك، مام حتى ولو جابوا لي ورقه قالوا لي سنيها، قال لك ما ديرناش لي فيديو تاعك تاع في اليوتيوب والفيسبوك، ما ديرهمناش بالويفي تاعنا. انا كنت تواصل مع زيطوط لما كان محمد عبد الله في مركز الترحيل، كنت تواصل معه وقلت له بلي راح نغادر اسبانيا، هو يقول لي لا ما تغادرش، وانا كنت تواصل معي محمد عبد الله، قال لي راهم جاوا الشرطه الاسبانيه هنا عندي في المركز تاع الترحيل، قال لهم سقساوني عليك. قلت لهم بصح علاش سقسوا عليا، انا على بالهم بيا وين نسكن، عندهم شهاده الاقامه تاعي وين نسكن، عندهم كل شيء، يجوا عندي ديريكت، علاش رايحين يسقسوا فيك؟ قال لي والله ما على بالي، انا ثم على بالي بلي رايحين يعتقلوني ثاني. قلت اللهم نغادر احسن من اللي يدوني. هضرت مع زيطوط قلت له نغادر، قال لي لا اقعد، قلت له نغادر، قال لي خلاص غادر. قلت له كيفاش ندير، وشكون يقطعني، شكون يديني، ما نعرفش منين يركبوا في فرنسا، سا ديبون لا بوليس. من قال لي تك يجوا ناس يدوك، عطاني النيميرو تاع ادريس سي عبد الله. بقيت نهضر مع ادريس سي عبد الله هذا واحد 3 ايام ولا حتى ل 20 اوت، ل 20 اوت ديماريت، رحت سان سيباستيان من بيلباو، رحت سان سيباستيان، من سان سيباستيان وفي الاخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رايكم في التعليقات. سلام.